السلام عليكم، كي دايرين؟ كي دايره الاحوال ديالكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ما مشيت لواحد المارشي في باريس، شريت منه شي حوايج ودرت فيه واحد الجوله، غادي تشوفوا معايا نتوما. شريت هادوك نتاع باش كنمسحو باورو، شريت هاد لا سوبيير ب 3 اورو، شريت لي ماسك 3 ب 15 اورو. هاد الكسكس داري بأورو 50، الزريعة شريتها بأورو، من بعد شريت هانتوما خميرة وآتاي، شريت هادي هي وقيلة والله ما بقيتش عاقلة شحال باش شريتها، وقيلة 3 أورو. مهم الأثمنة في المتناول. شريت هاد الصندوق هادي باش نبقى نجمع لي زوتي ديالي اللي كيبقاو مرميين. شريت براد 25 أورو، في المجازات كنلقاهم غاليين 35 أورو. هانتوما شوفوا هادو لي سوبالان، ثلاثة ب 5 أورو، ثلاثة ب 5 أورو. شريت هاد الكوفرتور لبنتي ب 10 أورو، لا 15، يا ربي 15 أورو. كاينين ديال 10 أورو، وكاينين ديال 20 أورو، وكاينين ديال 25 أورو، كل وحدة وثمنها. هادي شريتها ب 15 أورو. شريت هادي ديال الباليات، ودابا نخليكم تشوفوا تجولوا معايا في هاد السوق. هذا نتوما هذا هو الاول، فيه الاتواب، شوفوا كيحمقوا الوان، اللي بغى يبدل اللون تاع الكنابي ديالو شوفوا، يعني وكل مره شنو كيجيب، كيجيب بزاف ديال الحوايج، كيجيب الزرابي، كيجيب الاتواب، تيجيب التواب ديال القفاطن، كيجيب كل شيء. المهم تيكون عنده الناس، يعني صراحه كيشريو منه الناس بزاف. وهاد المارشي هذا انا كنشجع عليه الناس يمشيو له، باش تشجعوا حتى هاد لي جون اللي كيبيعوا، باش حتى هما مساكر هذاك الشيء باش كيترزقوا الله. حنا الا كنا غنشريو غنشريو، ولا هما نشريو هنايا. كاين حوايج اللي تيكونوا ماركه، ماشي زعما غير الماركه الخايبه، كلشي كاين، كلشي موجود، كل واحد على قد المستطاع ديالو. ولكن كنشوف بان الاثمنه جد جد مناسبه. واحد المره شريت من عنده هذا نيت واحد الزربيه ب 15 اورو، كانت زوينه، كانت بقات له غير وحده وباعها ليا. شحال هادي، يعني هذا السيد هذا معروف في هذا المارشي تاع بور دوفون، كلشي كيجي له، كيجيو له الناس من بعيد يجيو يتقداو عنده. الالوان هاد المره هادي جاب الالوان زوينين. هذا الناس كاينين بزاف، جاني صعيب التصوير ولكن حاولت، مهم باش ما ناخدش الناس في هذا في الفيديو. اللي زعما اللي كيعرف يخيط وشي هذا زعما الصراحه، يعني اللي قالوا فرنساويين سافولكو، يجي لهنايا يشري ويبدل كل مره، تبدلي تخدي ديري بمخاد، مخاد هذوك اللي كنلقاو في المجازات الكبار، يعني اللي كيعرف يخيط يصاوبهم والله الا واعرين. الالوان والثوب غزال، الثوب يعني ديال هذا لا كاليتي، ماشي شي ثوب ديال قدي ودي. الزرابي انتما كما كتشوفوا الزرابي تيبداو من 10 اورو حتى ل 70 اورو، على حسب الطول وعلى حسب لا كاليتي والزواقه، كل واحد تيدي على قدو. صراحة مارشي واعر، يعني انا ما يمكنش نمشي له وما نشري شي حاجة. اي حد هذا تيكون المارشي نهار الحد كنمشي له، وفي العشية ماشي الصباح، تيكون اي مارشي تاع تواب زرابي تلقاي فيه كل شيء، كل شيء تيجيبو حتى الحوايج تاع الماركات،
بثمن مناسب قليل. هادوك تيكون كيتسموا دي ستوكاج ديال لي مارك، كيجيبوهم وكيبيعوهم، سواء ديال الدراري الصغار او لا ديال الكبار ولا مهم. كل مره ماشي ديما كيكون نفس الشيء، كل مره شنو كيجيبو على حسب شنو جاب ليهم هذاك سميتو دي ستوكاج ديالهم. هانتوما تريكويات زويونين ديال البنيتات، اللي عنده الوليدات الصغار يجي يكسي وليداتو هنايا، يعني اثمنه مناسبه. او لا مارك، ماشي ديال هذا، لا مارك. انتما هادو ديال باش ديروا هذا لي بليد رخاص 10 اورو. شفتوا الناس يعني الدنيا عامره 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 عندهم، ما كتلقاش فين تدوز للاسف. هو ماشي كبير، هو كبير ولكن ماشي عريض، ما كايناش البلاصه فين الواحد يوقف ويصور على خاطره، ولكن يعني كاين ما يدار. في ما لقيت البلاصه اللي نصور فيها كنصور فيها، لان ما نبغيش نصور الناس. هادو الريدويات، كاين الريدويات، كاين هادو، هادي من هنايا شريت هاديك كوفيرتور. هادو لي مارك نتاع لي بيجو، لي هادوك يا ربي ثبتنا على الشهادة نتاع الماكياج والريحة، ويعني داكشي عنده ديال بصح ديال البارفان ديال اللي كتجي من المغازات. هما تيبقاو داكشي عندهم في الديستوكاج، وهما كيجيبوه يبيعوه هنايا يعني بثمن مناسب. ماكياج كلشي كتلقاي عند هذا، حتى هو لي بارفان لي كوفري، عنده دي كوفري حتى هما بثمن مناسب. تاريخ الصلاحية مازال فيهم، يعني ماشي هذا. شوف هذا الجينات ديال الدراري الصغار مغزالين، بثمن مناسب جد جد مناسب، 5 اورو. هادو غير 3 اورو صراحة. اللي عنده وليدات صغار يجي يكسيهم من هنايا مرة مرة، يدور يضرب دورة ويشوف، ما يخسر الواحد والو. شوف هاد الجاكيطات عاوتاني، المهم هانتوما كملوا الفيديو، و الى الملتقى، و الى فيديو اخر ان شاء الله.